الحقيقة أنا سويت شهادة حصر الإرث بالكامل، ووثائق نقل الملكية صارت جاهزة، يعني هلأ فيكم تقسموا التركة بين بعضكم مثل ما بدكم. يعطيك العافية يا مدام، الحقيقة أنت ما قصرتي معنا أبدا. ولو يا أستاذ مروان، هذا واجبي، خصوصا أني كنت المستشارة القانونية عند المرحوم لمدى 10 سنين، مو قلال يعني. بس اللي بيهمني هلأ أعرفه أنه أنتم كيف نويتوا تقسموا التركة بيناتكم مشان أعرف أنا أتخذ القرارات اللازمة. والله ما بعرف، أنت شو رأيك مدام؟ الحقيقة هي شغلة خاصة بيناتكم، بس يعني إذا سمحتوا لي أتدخل، أنا برأيي ما تقسموا شيء أبدا. كيف يعني؟ يعني خلوا المعمل باسمكم أنتوا اثنين، والمصاري الكاش الموجودة بالبنك بتطوروا فيها المعمل. وبصراحة هي كانت الرغبة غير المعلنة للمرحوم. معك حق مدام، بس أنا ما بفهم شيء بشغل المعامل. ولو البركة بأخوك أستاذ مروان. ما اختلفنا، بس أنا بصراحة بفضل أني نفذ رغبتي المعلنة عن تنفيذ الرغبة الغير معلنة للمرحوم. طيب شو هي رغبتك؟ مثل ما اتفقنا المرة الماضية، أنا مالي مصلحة بهالمعمل. أصبح بهالحالة، شو رأيك تاخذ المعمل أستاذ مروان؟ أو مثلاً تعرضوه للبيع وبتتقسم المصاري أنتوا اثنين؟ لا لا، شو نبيعه؟ قطعاً المعمل ما رح ينباع. يا ستي أنا باخده. عظيم. تقرير الخبراء قدر حق المعمل مع الآلات الموجودة فيه بحدود 5 ملايين. موافقين على هذا التقرير؟ أنا موافق. طبعاً طبعاً وأنا موافق. طيب، والمصاري الكاش الموجودين بالبنك 4 ملايين. أصبح أنا رح آخذ المعمل وراح اعطي الفرق لاخي غسان 500,000 ليرة. بس بدي اياهم كاش اخي. كاش ولا هم كاش، مو مشكله. اوكي، طالما انتم هيك متفقين بين بعضكم، معناتها انا خليني اعمل عقد اتفاق وبعدين اتخذ الاجراءات اللازمه. ماشي الحال. ماشي ماشي ماشي، اتكلي على الله. ايه غسان، انت عملت عيني العقل لانك اخذت حصتك مصاري كاش. بتعرف هلا الكاش بهالايام احسن شيء. طبعا يا ولا، ولو انا بعرف شو عم بعمل، بلا معامل بلا وجع قلب. ابي الله يرحمه ما انجلط ومات الا من وراء المعمل. طيب شو ناوي تعمل بالمصاري؟ ليكو التانية ليكو، يعني المصاري لايش خلقت؟ مو مشان يستمتع فيها البني ادم؟ بعدين تعي لقلك، خلينا نتشبرق يومين ثلاثه بهالحياه قبل ما نموت، ما حدا اخذ معه شيء. معك حق، ليش كم مره رح يعيش الواحد؟ بس اسمع غسان، المثل بيقول لك خذ من التل بيختل، بقى لازم تلاقي لك مشروع تشغل فيه المصاري. ولا يهمك، لاحقين على وجع الراس، بكره منلاقي 100 شغله منشغلهم فيها. وصدقيني يا رولا، صدقيني، اذا ما بساوي لك هال4 ملايين 20 مليون بظرف سنتين، ما بيكون اسمي غسان. شلون ندبر 500,000 ليرة لاخوك غسان؟ لا تاكلي هم، مو مشكله، بيتدبروا. وبصراحه يا ناديه، انا عم فكر بيع السياره. يو، شلون بنقعد بلا سياره؟ شو بدنا نساوي لكان؟ لأنه المعمل على وضعه الراهن وبقالاته يلي أكل الدهر عليها وشريب عم يطالع 200-300,000 ليرة بالشهر. بقى ولا يهمك، بشهرين زمان أم نشتري سيارة جديدة. بعدين نادية، ما بخفي عنك، أنا في براسي موال تاني. شو هالموال بقى؟ عم فكر اشتري خط إنتاج جديد وضاعف الإنتاج 4-5 أمثال، وافتح قنوات جديدة للتصدير لبرا. طيب هالشي ممكن يعني؟ والله يا نادي، أزنا والإنسان كل شيء ممكن، وإلك علي بظرف سنتين زمان ساوي المعمل من أحسن وأشهر المعامل بالبلد. بس أنت أصبري علي شوي نادية، معليش. إن شاء الله يا مروان، روح الله ياخد بيدك ويرزقك ويوفقك يا رب. هيك بقى انتقلت ملكية المعمل للأستاذ مروان. إن شاء الله ألف مبروك أستاذ. الله يبارك فيك مدام. مبروك أخي. الله يبارك فيك. إن شاء الله يبارك فيك غسان. مبروك. الله يخليك يا رب. ايه سيدي، وهي 500,000 ليرة، الشيك قيمته 500,000، وهي التنازل بامكانك تسحب باقي المبلغ اللي هو حصتك من الكاش الموجود. يسلم ايدك اخي. الله يسلمك. الف مبروك ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله تتهنوا. الله يسلمك يا سيدي. لحي حالك قبل نصير ساعة 12:30. شكرا. ان شاء الله الف مبروك. يسلموا هالايدين حبيبي. عجبك الطقم؟ بجنن، بيطير العقل، بس باينته غالي كتير. قديش حقه؟ 250,000 ليرة، بس ما بينعز عنك شيها، ولسه محضر لك مفاجأة كبيرة.
لا غسان، حاجتي اليوم مفاجآت، لك بخاف يصير لي شيء؟ تستاهلي حبيبتي. تستاهلي يصير لي شيء؟ لا ولو، انت صبرتي كثير معي وتعبتي. بقى جهزي لي حالك للسفر بأقرب وقت. سفر؟ لوين؟ بدي احضر لك بروجرام سياحي بيطير العقل. ياه، يعني شهر عسل ثاني؟ لا ستي، مو شهر واحد، شهرين، واحد لأوروبا والثاني لأمريكا. لا مو معقول غسان، أكيد عم تمزح، عم تحكي جد؟ لك ليش لأمزح؟ شو الناس اللي عم تروح سياحة أحسن مني ومني؟ بعدين خلينا نقبع وش هالدنيا يومين ثلاثة، شو بيصير يعني؟ يا ستي اخترت لك احلى برنامج سياحي، جوله كامله على معظم دول اوروبا، ابتداء من تركيا مرورا بالبلقان واقليم كوسوفو وانتهاء بالبرتغال. يعني تقريبا كم يوم؟ يعني حوالي الشهر، وبعدين بقى منكمل على انجلترا، بنقعد اسبوع زمان، بنقضيها بلندن وبنيوكاسل، بعدين بقى بنطلع اسكتلندا، فينرور داندي، اوباردين، او من انجلترا نطلع رحله بحريه على متن السفينة وذي بلاجر على أمريكا بالبحر. ما أحلى البحر، تعرفي يعني شبيهة كتير بقصة التايتانيك، بس القفلة غير. يا سلام عليك يا غسان. وبأمريكا منقضي 20 يوم، بين واشنطن، تكساس، لاس فيغاس، كاليفورنيا، وبعدين منرجع. يعني بدك تعتبريها رحلة العمر، شو رأيك؟ طيب قديش بدها تكلفنا هاي السفرة؟ يعني بحدود المليون. مليون؟ مو كتير. إيه لا مو كتير على هيك رحلة. بعدين تعي نحسب لورتي اللي طلعتنا 3.5 مليون، مو 4.5، شو بصير يعني؟ صح. مروان؟ ما قلت لي شو صار معك؟ يا ستي دفعت رعبون خط الآلات الجديد ومشي الحال. وقديش بيتلحقهم؟ يعني بحدود ال4 ملايين ليرة. اوف مو كتير. هو في اغلى من هيك بكتير، بس مبدئيا هالالات بتوفي بالغرض. طيب مروان منين بدك تامن المصاري؟ منين يعني؟ من البنك. رح اسحب قرض على ضمان المعمل، قدمت الاوراق وكل شيء جاهز، وبعد حوالي اسبوع بقبض القرض، ووقتها بتكون وصلت الالات الجديده. يعني امتى ممكن يشتغل الخط الجديد؟ يعني بالكتير 10 ايام. بس شو يا نادية، رح نطالع إنتاج خيلي ورح نكسب السوق، لأنه صدقيني إذا ما طورنا الإنتاج ما بنقدر ننافس. تقبرني ما بينخاف عليك، أنا واثقة إنك رح تبلع السوق بسن زمان. إيه لك أنا حتى تعرفي إنه مواهب جوزك إيه ما لا قليلة أبدا. بدك مني شيء أنا؟ لا تسلمي لي، ما بدي شيء. الله يسلمك. ايوه ايوه عظيم جدا.
امتى استلمتوا التحويل؟ طيب الله يرضى عليك ابعثي لهم نعم؟ لا 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 ابعثي لهم اشعار بالاستلام. اي ماشي الحال. ماشي تحياتي استاذ. اهلا وسهلا. وصلنا الفاكس من الشركه البلغاريه. عظيم جدا. وافقوا على العرض تبعنا وطلبوا بضاعه بحدود 3 ملايين ليره. شو الحكي؟ تفضل. يسلموا الدياب. شكرا الله معك. ستي اليوم وقعت العقد مع الشركة البلغارية. إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي. وأول طلبية طالبينها بحدود 3 ملايين ليرة. عظيم كتير. معناها صار فيك توفي قرض البنك. وليش لحتى أوفي؟ حبيبي إذا خلصت منه مو أحسن؟ لا تهك لي هم. القرض بينوفى لحاله. لكن مروان شو رح تعمل بالمصاري؟ حاطت عيني على معمل كحت قماش وبيجوز أخده. شو بدك فيه؟ يعني هيك منصير بدال ما نبعت القماش على المكحتي وندفع عليه مصاري منكحته عنا. يعني فيها توفير منيح بكلفة القطعة. طيب مروان المعمل غالي؟ لا والله يا نادية مو غالي، بالعكس لقطة. صاحبه مضطر يبيعه ومتنازل كتير بالسعر. روح الله يوفقك يا مروان وينولك اللي ببالك يا رب. دخلك شو أخباره أخوك غسان ومرته؟ أوه صاروا بأمريكا. اليوم حكى معي بالتليفون على الشغل. يعني بس نحنا هيك بدنا نضل مدفونين بالحياة؟ امتى بدنا نطلع سياحة؟ لا تستعجلي الأمور حبيبتي، كل شيء بوقته حلو وكل شيء جاي إن شاء الله. كترنا بقى كتير مويه. كترنا وبس. طلع معنا زيادة وزن 150 كيلو. يا ستي شو نحن كل يوم حنسافر؟ بعدين بالسفر الواحد بيستحلي كتير شغلات، وأنا مثل ما بتعرفي من النوع اللي ما بحب أحرم حالي من أي شيء بالدنيا. بس بدك الصراحة، أنا ما كنت عارفاني إنه الأسعار نار لهالدرجة. طبعا بدها تكون نار، لأن معظم الشغلات اللي اشتريناها ماركات عالمية ومشهورة. دخلك قديش كلفت هالسفرة؟ يعني بحدود المليونين ونص. أوف والله كتير مو هيك؟ والله كتير يا رولا. تعرفي كان لازم نعمل شوية كنترول، يعني كان بكفي مليون. اقول لحالك بتعرف انك حطيت بكازينو لاس فيكاس أكتر من 300 ألف؟ ايه قالت الروليت لحالك خسرت فيها 5000 دولار. مو بإيدي يا رولا مو بإيدي. الكازينوهات فيها سحر غريب عجيب، وكيف الواحد بيدفع كل هالمصاري ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ ليش ما بتكون مثل هدول الناس بيفوتوا بيتفرجوا وما بيحطوا ولا فرنك، بيحملوا حالهم وبيمشوا؟ بس انت سبحان الذي خلقك، مدري شو بيصير لك، بتنلهج بنعمة على قلبك. يا ستي ولا يهمك، كل شيء بيتعوض. انت بس دعي لربك انه هالاسهم اللي اشتريناها بالول ستريت ترتفع شوي صغيره، وساعات شوفي كيف حنصير فوق الريح. ما بعرف يا غسان، انا قلبي نائزني. يعني انت ضروري تشتري بكل المصاري اسهم؟ هيك نظام البورصة، يعني بأقل من 50 ألف دولار ما فيك تدخلي. بعدين ان شاء الله مفكرة كل واحد صار معه قرشين بيلعب بالبورصة على كيفه. يعني نحن كثير كنا مضطرين لهالشغلة؟ لك شو بقى هالشغلة؟ هي الشغلة احسن شغلة. ياما ناس صاروا مليارديرية من وراها، وياما ناس صاروا تحت الارض كمان. لك ليش هالتشاؤم؟ فاهمين ليش متشائمة هيك؟ خلص لا تخافي لا تخافي، انا دارس الموضوع من كل جوانبه. دارس الموضوع؟ ما شاء الله عليك، اللي بيسمعك بفكرك ما كنت تتكنس من البورصات. اللي بقى شلون دارس الموضوع؟ هلا هذا العصر شو بيسموه؟ عصر شو يعني؟ عصر شو؟ عصر السرعة. لك مين جاب سيرة السرعة؟ هذا العصر يا خانم اسمه عصر ثورة الاتصالات والمعلومات.
ايه شو يعني؟ مشان هيك شركات الاتصالات بالعالم هي الشركات اللي لها مستقبل، وكل المستثمرين بيشغلوا اموالهم بهيك شركات. لحد هلا ما فهمت شيء. يعني بالقلم نشرح، انا اشتريت اسهم بشركه مضمونه الربح، وشركه تيليكوم للاتصالات هي من اهم الشركات بالعالم، واسهمها عم ترتفع يوم بعد يوم، فاطمني وارتاحي وحطي رجليك وايديك بمي بارده. وبركي هالشركه فلست. شلون بدها تفلس؟ شركه ضخمه راس مالها 100 مليار دولار بتفلس؟ فظيعه، انت عندك افكار صبيانيه كثيرة. قومي قومي اعملي لنا فنجانين قهوه خلينا نروق راسنا. قومي مثل ما بدك. قال تفلس. مبروك معمل الكحت استاذ. اهلين نعيم، الله يبارك فيك. وعلى قديش رسي البازار تبعك؟ بثلاث ملايين ونص. صدقني استاذ مو غالي ابدا، انا على حد علمي مكلفه كلف لصاحبه 6 ملايين ليره، وهذا الحكي مو هلا، هذا الحكي قبل سنتين. معك حق، بيسوى هيك شيء، لانه الالات حديثه كثير وجديده، وقليل مثلها بالبلد. لا وغير هيك، بتعطي نوعين كحت، كحت حجر وكحت انزيم. وفيك تتحكم بدرجه الكحت والمعالجه عن طريق الكمبيوتر. بتصور استاذ انه من هلا ورايح ما عاد فينه حدا ابدا ينافسنا بالسعر. مو بس بالسعر، وبالنوعيه كمان. الو؟ اهلين ناديه. نعم؟ لبيت اخي؟ ايه منروح. منروح اليوم المساء، اتصل فيهم وخذي موعد بعد التسعة. اوكي حبيبتي، مع السلامة. الله يصلحك يا غسان. يعني ما لقيت غير هالشغلة؟ ليش شبه البورصة؟ يا اخي البورصة لها ناسة، وانت عظمك رقيق وما ممكن تتحمل اي هزة، بقى ليش عم تفوت فوتات مالك فيها وتبعزق مصاريك؟ ليش مالي فيها؟ كل ما هنالك ان الشغلة بدها جرأة وقوة قلب، وانا والحمد لله مو ناقصني شيء. لك ايمونا هلا من موضوع الشغل، خلونا نحكي بغير شيء. بالفعل يا جماعه، احكوا لنا شو شفتوا بامريكا. اخ على امريكا، اخ لا تذكرونا يا جماعه. اصلا الوقت اللي اجينا على البلد لليوم صايبتني حاله اكتئاب حاده بس من المقارنه. اصلا اخي غسان من طول عمره متهور وطايش وقراراته ارتجاليه، وبكره بتشوفي شلون رح يوقع نكس على راسه. مروان، هلا انت متوقع انه غسان يخسر بالبورصة؟ مو قصة يخسر ويربح، بس لعبة البورصة اكبر من غسان بكتير، والشغلة بتعتمد اكتر شيء على الحظ. يعني بصراحة ما بتفرق عن القمار بشيء، ويا مناس انخربت بيوتها من وراء القصة. الله يستر يا رب، الله يستر. والآن نلقي نظرة على سعر صرف الدولار مقابل بعض العملات العربية. شو غسان؟ بدك تضل سهران؟ ليش قديش الساعة؟ شو صارت الساعة تنتين؟ شو هالحكي؟ بتصدقي مو حاسس بالوقت؟ شو يعني ما بدك تنام؟ يلا كمان شوي، بس لأطمن على مؤشر ناسداك. ها؟ طلع 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 مؤشر ناسداك 5 نقط. شو يعني؟ يعني أكيد رح ترتفع أسعار أسهم تيليكوم. يعني ربحنا بالأسهم؟ بتصور هيك؟ قديش ربحنا؟ ناوليني الآلة الحاسبة لشوف. ما استفدنا شيء، رجع السعر نزل بهالسرعة. نزل لك بورصة هاي مو سوق هال، يعني الأسعار بتطلع وبتنزل بين لحظة والتانية، والشاطر بيلحق حاله. طيب يعني إذا بدك تبيع الأسهم شلون بدك تبيعها؟ شغلة سهلة كتير، تليفون واحد للخواجة نصار بيمشي الحال. والله شغلة بتحط العقل بالكف، أحسن شيء الواحد يروح ينام. تصبح على خير. أوف والله غريبة، شلون هيك مؤشر داو جونز طالع طلوع وداكس عم ينزل؟ شو صار الحكي؟ قلنا لك تصبح على خير. غسان غسان خير؟ شوفي طلع ناسداك. لك شو عرفني انا بناسداك وغيره؟ ما بدك توم، صارت الساعة وحدة. واحدة؟ الله يسامحك، ليش ما فياتيني من ساعة؟ بتكون بلشت بورصة طوكيو. طب ما بدك تفطر؟ بدي اطمن على حركة المؤشرات. ايه طبعا، شحننا كل البضاعة. لا لا، بحوالي صغيرة ضد الدفع. بس بدي منك شغلة الله يرضى عليك، بدي الدفعات تكون منتظمة وكبيرة. ايه لك؟ ايه ماشي الحال، وهو كذلك.
الى اللقاء. الله معك. خير يا انسه؟ في شيء؟ استاذ وصل فاكس اليوم عم بيقولوا فيه انه شحنه القماش وصلت. شو هالحكي؟ معناها لازم اطلع على اللاذقيه فورا. طبي لي البيت لو سمحتي. حاضر استاذ. التعمير والاستشارات الهندسيه. ثبتت اليوم اسعار اغلاق الحمام على الشغل بالنسبه معاويه للتعمير. مو معقول 10%. لك ما عم صدق عيوني. 49 ساعه. يلعن حظي ما ارزلوا. شوفي نزلت الاسهم بورصه نيويورك. نزلي بنت كلب. شو هالحكي؟ اعطيني التليفون احكي مع خواجه نصار. اعطيني بسرعه. المصريه لمدينه الانتاج الاعلامي اسمها الكره المصريه حكر ونسف للشدات الجيزه العمل المقاولات. الو خواجه نصار، انا غسان المواد عم بحكي من الشام. خير طمني شو الاخبار؟ ايه شفت على التلفزيون الناس دي هلا الاسعار. شو هالحكي؟ لسه بدها تنزل اكثر من هيك؟ ارتفاع بلغ 10 نقاط. طيب شو السبب برايك؟ شهدت اتجاها معاكسا. ما بيحكي على التليفون ما مشكله. طيب الحل قل لي شو الحل؟ وشهدت سوق عمان الاوراق الماليه تداولات. امتى؟ ولم يقرا تغير يذكر على مؤشر البورصه. طيب ماشي. كما انهت بورصه البحر حاول تعاملات اليوم على انخفاض. الله معك. ايه شو قال لك خواجه نصار؟ قال يمكن تنزل الاسعار اكثر من هيك. شو يعني؟ يعني لازم امن له 20,000 دولار ب 12 ساعة. ولا شو هدول؟ ولك شلون لشو هدول؟ مشان ادعم مبلغ التأمين تبعي، لأنه إذا نزلت الأسعار المبلغ اللي عندي ما بيغطي الفرق وبينخرب بيتي وبطلع أوت وبروح كل المصاري، فهمتي بقى؟ شو هالحكي؟ ولي على عمتك يا رولا، خلص جوزك. لك إيه حاجة تنوحي، فكري معي كيف ندبر 20,000 دولار. 20,000 دولار؟ منين؟ مالك غير أخوك مروان؟ إيه والله جبتيها. ألو نعم. أهلين غسان. لا والله مروان مو هون، مروان باللاذقية. باللاذقية؟ هلا وقت اللاذقية؟ يعني شو راح يعمل باللاذقية؟ عنده شغل هنيك، راح يستلم بضاعة. وإمتى بيرجع؟ على أساس إنه بكرة المساء. أعطيني رقم الموبايل تبعه لأتصل معه. مروان ما عنده موبايل. ما معه موبايل؟ معقول تاجر طويل عريض مثل مروان ما يحمل بايده موبايل؟ هلا ما قلت لي، شو بتريد منه؟ الشغلة كتير ضرورية، اعطيني أي رقم بلادية احكي معه. طيب، خذ رقم الأوتيل اللي نازل فيه، سجل عندك. صارت الساعة 4 ولهلا ما اتصل. معقول لسه ما وصل على الأوتيل؟ شو بيعرفني أنا؟ شو بيعرفني؟ طيب، اتصل فيه غسان. حكيت معه 5 مرات. ألو أهلين خواجة نصار، طمني شو قصة؟ شو الأخبار؟ كمان نزلت الأسهم؟ شو يعني؟ يعني طلعت برا؟ يعني خرب بيتي وراح مصاري؟ الله لا يوفق إلهي! هيك لك خسرت كل شيء. إيه والله يا أخي كل شيء، حتى رولا خسرتها. تصور ما قبلت تبقى عندي بعد ما صار اللي صار، طلقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. قديش معك هلا؟ الله لا يفضح حدا يا اخي، ما معي ولا قرش. سويت على الحديدة الله وكيلك، غير 100 ليرة بجيبتي ما في. بعت السيارة وعفش البيت مشان استر حالي. وشو ناوي تعمل هلا؟ بدي احاول وقف على رجلي من جديد. شلون؟ انا الحق علي، المفروض ما كنت اوثق بمؤشر ناسداك. يعني لو كنت مشتري اسهم بشركات مختلفه ووزعت راس مالي كان الوضع افضل بكتير، على القليله ما كنت خسرت هالخساره. ما فهمت عليك، يعني شو ناوي تعمل؟ قلت لك ناوي اعوض. رح اطلع على بيروت وهنيك رح اشتغل بالبورصه، بس هالمره رح اشتغل بوعي اكبر. يعني رح اخذ شويه اسهم له علاقه بمؤشر داو جونز، وشويه تاني له علاقه بمؤشر داكسن، وشويه بمؤشر كاك. وبهالصورة إذا طلع المؤشر أو نزل بضل واقف على رجلي. ها والرأس مال منين؟ منك أنت. أنا؟ إيه طبعاً منك. لكن من مين؟ يعني معقول أخي يكون موجود وروح تدين من حدا تاني؟ بعدين أنت أمورك يا أخي ماشي والحمد لله، لازم توقف معي بهيك محنة. إيه بس أنا ما بدي كتير أخي مروان، مليون أو مليونين ليرة مو أكتر من هيك. طبعاً هدول دين برقبتي، ومتى ما مشي الأحوالي برجع لك إياهم.
أخي بصراحة هاي شغلة البورصة كلياتها مع بيت راسي، والشغل فيها مو مضمون يا أخي، يعني مثل اللي عم يلعب بالقمار، وفي احتمال كبير ترجع تخسر مرة تانية. بقى الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا غسان. حاجة طيش بقى، حط عقلك براسك، الله يرضى عليك، ما عدت صغير أنت. طيب بلا البورصة، أنت أعطيني المبلغ وأنا بلاقي شي مشروع على مهلي، المهم أشتغل وعود خسارتي. أنا آسف يا غسان، ما بقدر أعطيك هيك مبلغ أبدا. ليش أخي؟ هيك عم قلك ما بقدر. ما معك يعني؟ لا معي بس ما بقدر. طيب فهمني شو السبب؟ يا أخي مو ضروري اشرح لك، عندي أسبابي الخاصة أنا. تفضل، هاي شيك 5000 ليرة، دبر حالك فيهم لبين ما تلاقي الحل. 5000 ليرة؟ لا معلش، شكرا لك، ما بيلزموني. انت شو فكرني جاي اشحر منك؟ بس يا خسارة، يا خسارة على هالزمن اللي صاروا الأخوة يتعاملوا فيها بهالطريقة. حسبها مثل ما بدك، بس أرجوك لا بقى تطلب مني مصاري، الله يرضى عليك، لا تطلب مني منوب، فهمت؟ حط لي هالشي ببالك. هيك عم تحكي؟ بسيطة، بس يكون بعلمك من يوم ورايح لا أنت أخي ولا بعرفك. ماشي الحال، تفضل الله معك. عفوا ممكن اقعد هون جنبك الخيات؟ خير يا ابني، شايفك مهموم كتير. عفوا لتدخلي، بس اذا كنت متضايق وجاي على بالك تحكي انا مستعد اسمعك. ايه والله يا عم كتير متضايق. لا حول ولا قوة الا بالله، واضح انه شغلتك كبيرة يا ابني. انا اسف لاني عم بتدخل بشي ما بيخصني، بس الناس للناس. لا لا عادي مو مشكلة. يا ريت تحكي لي قصتك وتفضفض احسن ما بضل حاصر بقلبك. خير شو اللي صاير معك؟ ماشي يا عم رح احكي لك قصتي. اما قصة غريبة، معقولة تشحد من أخوك وهو مليونير؟ يا سيدي مو بس هيك، قلعني من مكتبه تقليه وما رضي يعطيني غير 5000 ليرة. قسما بالله فاتت لعنده شحادة أعطاها 50000 ليرة مشان تعمل عملية لابنها، أما أنا أخولي من لحمه ودمه. طول بالك أستاذ غسان، وصدقني الدنيا فيها الحلو والمر وقصصها أغرب من الخيال. بيقول المثل رب صدفة خير من ألف ميعاد، يعني صحيح نحن التقينا هون صدفة، بس صدقني أني ارتحت لك وحسيت أني بعرفك من زمان. لا وخصوصي أنك ابن أصل وأخ التاجر المعروف مروان الموالدي، ومشان هيك أنا بدي أعرض عليك عرض وبتمنى توافق عليه. تفضل يا عم. أنا عندي معمل شراشف وبشكير، والمعمل جديد ولسه ما انطلق منيح بالسوق. كنت عم ادور على موزع شاطر يقدر يسوق لي انتاجي هون وبالمحافظات، فشو رايك تشتغل بهالشغله هي؟ هو صحيح الشغله متواضعه بس هذا اللي بيطلع بايدي، وعدم المؤاخذه انا فهمت منك انه يعني ما عندك تاكل. ايه والله صحيح. بقى صدقني هالشغله فيها مردود ممتاز، وما بتعرف بجوز الله يفتحها علينا ونكسب منيح، وشوي شوي ممكن نطور حالنا. شو رأيك؟ ماشي ما عندي مانع. راح أعطيك نسبة من التوزيع، وكل ما اجتهدت أكثر كل ما كان مردودك أكبر. اتفقنا سيد غسان؟ يعني بقدر أقول لا بدك ياني شحاد ومشارط؟ لا ولو، لا تحكي هيك فيك البركة.
تفضل شريف. كتر خيرك. حمص طلبيات حلب سجلتها؟ سجلتها، بكره بتكون بالشحن. عندك شي طلبيات جديدة؟ ايه عندي. اتفقت مع موزع جملة بالحقيقة على طلبية كبيرة، بده ياخذها كلها على ليبيا. حلو، عظيم كثير. بس كاسرني بالسعر شوي. ما على شي، ما في مشكلة. إذا الكمية كبيرة بننزل له شوي بالسعر. بده 100 سيري من كل مسطرة، وأعطاني 100,000 رعبون. يا عيني عليك، يا هيك الشغل يا بلا. تفضل غير المصاري. خليهم معك دفع على الحساب. لسه في إلك معي 100,000 تانية. بسدد لك إياها يوم الخميس الجاي. يسلموا الإيدين. الله يسلمك. بالفعل أستاذ غسان، الله يعطيك العافية. يعني هالأربع شهور يلي استلمت فيها التوزيع، زاد توزيع المعمل 3 أضعاف. وهذا كله بفضلك. لا، هذا بفضل رب العالمين. ادخل. مرحبا بابا. أهلي بابا. بعرفك على الأستاذ غسان اللي حكيت لك عنه كتير. أهلا وسهلا. بنتي فاتي. تشرفنا. يا أهلي، نحن بالأكثر أستاذ غسان. على فكرة بابا كتير معجب بنشاطك ودائما بيحكي بسيرتك. الله يخليك يا رب، بس ما تكوني مليتي من حكي عني. أكيد لا. إيه بابا، شو سبب الزيارة؟ تعطلت سيارتي بابا وبدي استعير مفاتيح سيارتك. تكرم عينك. تفضلي. بس لا تتأخري كتير. لا، شغلة 2 ساعة زمان. يلا باي باي. مع السلامة. الله معك. السلام. فاتي بنتي الوحيدة، بس مسكينة ما لها حظ. ليش؟ خير إن شاء الله. تزوجت على أمريكا، بس زوجها طلع قليل الأصل وطلقها بعد 4 سنوات لأنها ما بتجيب أولاد. مسكينة على هالحظ، ما بتستاهل والله. يا سيدي نرجع للشغل. في معرض المنتجات السورية بدبي، شو رأيك تطلع تشترك فيه؟ ما في مانع، ليش لا؟ بهالحالة رح تاخذ معك إنتاج معملين. حكيت مع واحد صاحبي عنده معمل تريكو ورح يعطيك مساطر وانت بتعرضها هنيك بمعرفتك، وكل شيء بحسابه. يا سيدي انا مستعد اخذ انتاج 10 معامل اذا بدك. بارك الله فيك. يلا على اذنك. مع السلامة. طمني، كيف كانت سفرتك؟ عظيمة كتير. ما قلت لك بابا انه الاستاذ غسان ما بينخاف عليه؟ يعني ان شاء الله جايب معك طلبات منيحة. حوالي 8 ملايين ليرة. يعني عليك. ها؟ هيك الشغل ولا بلا؟ ومعمل التريكو شو صار فيه؟ خصصته بحدود 4 ملايين، وكله على سنغافورة والباكستان وماليزيا. شو بدك على ثمن هيك؟ يعني هي طلعت سفرتك 1.25 مليون. نعمة كريم. طيب شو رأيك غسان تشاركني على معمل جديد؟ بس أنا ما معي راس مال. أنت ما عليك، دبر 1.5 مليون وبكتب لك ربع المعمل وأنت بتشرف عليه والأرباح بالنص. الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول لك، أنت غمرتني بلطفك وكرمك والله بعت لي إياك من السماء، ولولاك ما كنت بعرف شو بدي أساوي بحالي. أنت اللي بتستاهل كل خير لأنك بتحب الشغل. هلا رح تقضوا لنا إياها مجاملات؟ يفكرونا بشي مشروع غدا قبل ما تفكروا بمشاريع الشغل. غسان، أنا جاي على بالي أعزم اليوم بابا على الغدا، شو رأيك؟ شو عليه؟ احكي معه. هلأ بحكي، بس لأنه من وقت اللي تجوزنا لهلأ ما أجا تغدى عنا غير مرة واحدة. صحيح، التاني مسكين الله يعينه، الشغل أخذ كل وقته. المشكلة إنه الله بهليني بأب وجوز، ما بعرف من هالدنيا غير الشغل والتجارة. شو بدي اعمل؟ هيك نصيبي. حظك قليل، يعني لو تعرفتي علي انا وصايع كان دورتك بكل بلد شهر كامل. بالفعل حظي معطر. هلا ركزت على دوري وما بقى بدك تطلع سياحه؟ ولا يهمك روحي، ولا يهمك.
الشهر الجاي عنا معرض ببلغاريا، جهزي حالك لتروحي معنا. ايها هذا الحكي اللي بينسمع، ما بكفي ما عملت لي شهر عسل. كله ملحوق عليه ان شاء الله. المهم شو رح تسوينا على الغداء؟ شيخ المحشي ومقلوبه، هدول الاكلتين بابا كتير بيحبها. عظيم كتير. لازمك غلط شيء قبل ما امشي؟ لا حبيبي تيسر انت، انا بدبر حالي. يلا برا. مع السلامه، حاكيني بس توصل على المكتب. ان شاء الله. العافية. أهلين الله يعافيك عمي. عندك علم إن اليوم موعد الاجتماع السنوي لرابطة التجار؟ اي عندي علم، بعتولي كرداوة. وناوي تحضر؟ ما بعرف، انت شو رأيك؟ نحضر سوا، شو خسراني؟ خصوصي إنه رح ينتخبوا رئيس للرابطة التجارية، وضروري نعطي صوتنا لحدا بنعرفه. وهو كذلك عمي. يلا، تأخرنا عن مقلوبة وشغل محشي، شغلك. تفضل سهل. يعطيكم العافية جميعاً. طبعاً نحن اليوم بدنا ننتخب رئيس جديد للرابطة التجارية، وما وصلني غير طلب ترشيح واحد لهالمنصب، وحسب النظام الداخلي للرابطة راح نطرح اسم المرشح للاقتراح، فإذا نال نسبة 60% من أصوات الأعضاء بينجح، وإذا نال نسبة أقل راح نفتح باب الترشيح من جديد. عفواً أستاذ، مين المرشح لرئاسة الرابطة؟ المرشح هو السيد مروان موالدي. مروان؟ بقى في حدا عنده اعتراض على ترشيح السيد مروان لهالمنصب؟ اي نعم، انا عندي اعتراض. ممكن نعرف شو هو؟ اعتراضي انه الانسان احيانا بيتاخد بالمظاهر، ونحن للاسف الشديد بهالاجتماع مخدوعين بالمظاهر. شو بتقصد استاذ غسان؟ اللي بقصده انه يمكن معظمكم ما بيعرف انه الاستاذ مروان موالدي التاجر الثري المعروف والمليونير الاشهر هو أخي ابن أمي وأبي، وهالأخ الحبيب الغالي العزيز لما صار تاجر مليونير كبير دقيت بابه، وكنت بأشد لحظات الفقر والعوز، قام طردني وتخلى عني وصار يتعرى مني كأني حرف سائط أو كلب لكلاب الشوارع، وفعلا صرت نام بالحدائق وما معي فرنك بجيبتي، بينما هو نايم على فراش من حرير وطلب مني ما يشوف خلقتي ولا دوس مكتبه، وبكل صفاقة بيعطيني حسن حقيرة كأني متسول عنده، ولولا العيب والحياة كانت برا مني بالنفوس. بقى بتقديركم يلي ما في خير لأخوه ممكن يكون في خير لهالبلد أو للرابطة التجارية أو لأي إنسان إن كان؟ لا، ولولا هالإنسان اللي قدامكم، هالشخص الطيب هاد يلي ساعدني وشجعني وشغلني وجوزني بنته، كنت لحد اللحظة مربي بالشارع ما معي آكل. ولهالسبب أنا بستنكر ترشيحكم للسيد مروان، وبطعن بأخلاقه وبسلوكه، لأنه ببساطة هالإنسان هاد ما في ذرة من الرحمة والعطف والإنسانية. وهي السيد مروان مرشحكم النبيل، تفضلوا فيكم تسألوه. أخواني، الحقيقة أنا ما كنت بتمنى أنحط بهيك موقف، بس هيك ظروف شاءت وأنا مضطر أحكي، ولحتى ما حدا يفهمني غلط مضطر أحكي القصة من أولها. الوالد الله يرحمه ترك لنا ورثة قاسمناها أنا وغسان. أنا أخذت حقي من هالمصاري ومن ضمنهم معمل الوالد، وهو باعني حصته وأخذ كامل حقه، وحرمت نفسي وعيالي من كل شيء وانغمست بالعمل حتى قدرت كون هالثروة. بينما أخي غسان الله يصلحه ويهدي صرف أمواله بحترها بأسواق البورصة والمضاربة والإقمار والاستجمام والسياحة والترف واللهو والرحلات، هيك لحتى بدد أمواله وما بقي معه قرش واحد. حتى زوجته ملت من طيشه وجنانه وتركته، وصفي مثل صبي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام، وكله بسبب تبذيره بهداك الوقت. وبيوم من الأيام إجا لعندي وطلب مني 2,000,000 ليرة دين حتى يشتغل فيهم بأسهم البورصة، فما كان مني إلا أني صرفته عن بابي بحزم وامتنعت عن مساعدته نهائيا إلا بكم قرش حتى يسد فيهم جوعه.
وبمجرد ما طلع من عندي مكسور الخاطر بعت له أبو حسان يلي هو موظف عندي وخليته يلحقه على الحديقة ويتحركش فيه ويشغله بمعمل البشاكير يلي هو بالحقيقة ملكي. أنا يلي كنت ورا صفقة السوق التجارية بدبي ويلي درت عليه أموال طائلة لأني اشتريت البضاعة كلياتها لحسابي وبعته إياها برخص حتى يحقق دخل محترم ويتحسن وضعه المادي ويحس أنه أنجز هالصفقة بشطارته وبدون منية حدا. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا كنت ورا جوازته من فاتن بنت أبو حسان وبعتها مخصوص حتى تشوفه ويشوفها ويحصل نصيب. الفيلا اللي ساكنها حاليا والمزرعة هدول بالحقيقة ملكي والملك لله، وأنا خليت أبو حسان يبيعوا ياهم بتراب الفلوس. أنا يا أخواني مالي بخيل وما قلعت أخي من مكتبي عن قلة أصل أو عن تعسف أو تكبر معاذ الله. أنا حبيت يعتمد على نفسه وما يحس بالفضل لأي إنسان حتى لو كان أخوه. غسان أخي ابن أمي وأبي والدم ما بيصير مي، والوالد الله يرحمه وصانا ببعضنا وما بنسى كلامه وهو عم يقول لي وهو على فراش الموت: خليك أنت وأخوك يا ابني ستر وغطى، لا تشمتوا الناس فيكم. لذلك أنا بعتز وبكبر وبفتخر لما بيكون هو كبير. إيدي وهي بإيد أخي منفتت الصخر ومنقطف النجوم، وأكبر حمل مهما كان تقيل من شيله. أنا مالي فضل ولا مني حاشا لله، الفضل دائما وأبدا لله عز وجل. أنا بس هيأت له الفرص وهو اللي أثبت موجوديته وأكد للجميع بأنه أهل لحمل المسؤولية. أنا يا أخوان إذا حدا قال لي فلان أحسن منك يمكن أنزعج، بس إذا قالوا لي أخوك أحسن منك بشعر بسعادة غامرة وبتمنى إلحقه وحط كتفي بكتفه، بكي بنعدى منه بيصيبني شيء من نجاحه. هاي هي كل القصة يا أخوان، وبتمنى أن يكون قمت بواجبي اتجاه أخي واتجاه الله عز وجل على أكمل وجه. بتصور بعد اللي سمعناه ما في حدا عنده اعتراض على ترشيح السيد مروان لهالمنصب؟ طبعا ما في شيء. انا عندي اعتراض. خير استاذ مروان؟ انا بسحب ترشيحي وبقترح ترشيح اخي غسان لهالمنصب لانه فعلا بيستاهله، وبالنهايه غسان شاب طموح وديناميكي وبتمنى من الاعضاء المحترمين يوافقوني الراي.